مشاهدينا الاعزاء، الحين معانا قصه جميله اخرى طبعا يتميزون فيها شباب الكويت في تنميه مهاراتهم وطموحاتهم حتى انهم حققوا مراكز متقدمه في لعبه روبيكس كيوب، وهي حل المربعات. وطبعا كونوا فريق كويتي يهتم فيها. حول هالموضوع يسعدنا ان نلتقي باعضاء الفريق الكويتي لحل المربعات الروبيكس، عبد الله الحداد وغانم المطوع. اهلا وسهلا، حياكم الله عبد الله وغانم. منورين، مساء الخير يا كويت. صراحه انا طبعا لما خذيت الكيوب كانت مترتبه، عفستها عشان ابي غانم يحل لي اياها. بس بعد ما اسالكم هذا السؤال، ابي تعطوني فكره عبد الله وغانم عن فريقكم اللي هو فريق الروبكس كيوب، ويعني شلون قررتوا ان تسوون هالفريق؟ وما شاء الله حصلتوا ميداليات ذهبيه قاعده اشوف قدامي. احنا بالبدايه كنا مجموعه صغيره، يعني اثنين ثلاثه ربع، كنا نحل المكعب. فقلنا ليش ما ننشر اللعبه دام اننا نقدر ننمي الشباب والطفل الكويتي والشباب الكويتي. جميل، ننشرها حق الناس. فبلشنا اكونت انستغرام، اعلانات خفيف، تجمعات بالاماكن العامه، فينيوز 360. وفي شباب وفي يعني في تجاوب ويانا كان. الحمد لله ستيب باي ستيب وصعدنا يعني سلم شوي شوي. جميل جميل. غانم كم عمرك؟ 12 سنة. أي. الحين انا يا غانم هذه عفستها، تقدر ترتب لي اياها؟ اي تاخذها تشوف شلون ترتبها. وش كثر يطول الوقت؟ انا بالعاده 13 14 ثانية. 14 ثانية؟ تقريبا. عمرك 12 سنة العمر كله، وشاطر بالمدرسة مثل اللعبة. انزين كلمني عبد الله، شنو اللي يميز هاللعبة يعني؟ خلصتها؟ اشوف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، فعلا 15 ثانية تقريبا رتبتها. 15 يعني هل هي تحتاج ذكاء؟ هي في تكتيك معين؟ هي اللعبة تدمج بين الحفظ والفهم. اي فلما الواحد يحاول يفهم شيء جديد، اي المخ يعصر نفسه فينمي مخه. جميل، يستجوب وياه مع الوقت. يعني انا اقدم دورات مع الوقت. اي بالبدايه يكون ما يستوعب معي، بعدين ينفتح مخه ويكمل وياي وعادي. نعم. وهي عباره عن خوارزميات وحركات. نعم. فلازم يكون متجاوب وياي الشخص. يعني تحتاج اي كيو، ذكاء معين، تركيز، سرعه من بديهة. شخص لشخص يعني عادي، مو لهالدرجه اللي تحتاج ذكاء يعني. انزين غانم، انت يعني كان عندك مشاركات وخذيت ميداليات قاعده اشوفها موجوده قدامي، شنو المشاركات اللي شاركت فيها وحصلت هذه الجوائز؟ شاركت بثلاث بطولات. حلو. بطولة بالكويت، بطولتين بالبحرين. وطلعت الأول؟ أي الحمد لله. كلمني عن المراكز اللي يعني أخذتها. عندي 13 ميدالية بالروبكس كيوب. عندي 5 جولد، 2 سيلفر، وستة برونز. زين يعني غانم، أنت بهالعمر توك يعني 12 سنة العمر كله إن شاء الله، منو يشجعك؟ يعني أكيد لابد أن في تشجيع، في أحد يعني يساندك علشان تاخذ ما شاء الله هالميداليات. وتوك قلت لي أن رحت البحرين خذيت الميداليات، معناتها فيها سفر وفيها روحة وردة، صح؟ صح. أي. طبعا اللي شجعني ياني تشجيع من اهلي. أيه. والحمد لله هم اللي خلوني ان اقدر اسافر حق البطوله. جميل. والكيوب حق البطوله يبي له تدريب. أيه. منو يدربك؟ نفس الفريق يعني في دورات بالفريق عبد الله؟ الفريق في دورات، ودائما احنا يعني بعد ما نعلم اللاعبين، يعني مو بس انه دوره ومثلا خلاص. لا. أيه. دائما نسوي تجمعات. حلو. نطور اللاعبين واحنا نهدف العالميه ان شاء الله. ان شاء الله توصلون العالمية. إن شاء الله. يعني انتم عيال الكويت، واحنا يعني كلنا فخر انكم ما شاء الله كذي اذكياء وعندكم هذا الفريق وقاعدين تمثلون اسم الكويت في البطولات الخارجية. بس قبل لا توصلون العالمية، هل في قوانين معينة مثلا في اللعبة؟ هل في اسس معينة علشان مثلا تشاركون في هالبطولات وكذي؟ لا، هي المشاركة بسيطة يعني، بس ان تسجيل. اي بما انك تعرف تحلها تقدر تشارك، والقوانين بسيطه يعني، بس انه مثلا قبل لا تبدي تحل. أي. 15 ثانيه. أي. اللخبطه تجي من مكان معين مو عشوائيه. اي وبس يعني بسيطه اني ابدي احل وبس. زين بس هو ما شاء الله عليه سريع يعني 13 ثانيه اشوفه، او 15 ثانيه صح؟ اي تقريبا. رديت لي اياها مثل ما كانت، شنو شنو السر اللي فيك يعني؟ قول لي غانم. هو الكيوب. أي. له قوانين. اي القوانين البيجنر غير عن القوانين السريع. حلو، يعني انت مو بيجنر.
اي لان انت ما شاء الله عندك ذهبيات، اشرح لي كمل لي. اول شيء طريقه حل الكيوب. الحين عندي الابيض لازم اسوي كروس. اي الكروس اللي هو الزائد للابيض. سويت الزائد الابيض. حلو. من بعدها اسوي الاف تو ال. الحين انت قاعد تعطينا اسرار. أي. صح؟ اي. ما شاء الله. الحين هذا الاف تو ال. الحين هذا الاو ال ال. اني اسوي الاصفر. هني يكون بالحفظ. ما شاء الله تمام. هني البي ال ال. زين اقول لك سر؟ انت الحين اعطيتنا كم سر؟ ان انا لما كنت من عمرك كنت العب في هذا الكيوب بس ما عمري شاركت في بطولات صراحه يعني واعرف هالكيوب، بس انت توك ذكرت لي عبد الله انك تطمح للعالميه. عدل. فالعالميه معناته ان هناك ايضا بطولات حول العالم. صحيح. صح؟ انزين وشون توصلون لها؟ اذا انتم الحين حصدتوا بالبحرين مثلا وغيرها مثل ما ذكر لي غانم الذهبيه، شلون توصل حق العالميه؟ مثال انت قلتي 13 ثانيه سريع. اي. لكن بالحقيقه الرقم العالمي 3.7 ثانيه. اي الورد ريكورد 3.7. ما شاء الله. والورد ريكورد حق الافرج. اي 4.8. 4.83 واللي يابه ماكس بارك تقريبا قبل كم شهر. انتوا اي 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 فاحنا ارقامنا يعني انا ارقامي على 9 ثواني. فللحين قاعد نطور الفريق. جميل. زين ايش رايك نبي المثلث ما نبي المربع؟ المثلث عند غنوم مو عندي. زين نبي عندك انت عيل. تبي المثلث؟ مثلا ليش خذيت الصغير؟ عادي ناخذ الكبير. يلا خلينا نشوف. تمام. ما شاء الله ما شاء الله. يعني الحين كم ثانية أنت خلصت؟ أنا تقديريا الحين يمكن 11 ثانية أقول. معقولة؟ أنا أحس أن غانم خلص أسرع منك. لا لا ها غانم منو الأسرع؟ لا. انا اسرع اكيد. صدق انا انت تدربه؟ اي انت انزين وهم عندك انت ايضا بطولات ومشاركات؟ انا شاركت بس بالكويت للاسف ما قدرت اروح وياهم البحرين كان عندي ظروف. بالكويت جبت الرقم الكويتي. اي بس وراها على طول احمد العليمي كسره للاسف ما خذيت ولا ميداليه. لان في شخص يعني معاكم بالفريق فاز عليك. ايوه. انزين واللي بالكويت هم ايضا يشاركون من دول اخرى ولا بس على مستوى الكويت؟ في شاركوا من عده تقريبا 4 دول، في من الاردن كان. اي. ومن مصر. اي. ما اتذكر اذا في دول ثانيه بس هذول الدول اللي اتذكرهم. نعم. وبس. نعم جميل جميل. شنو تحبون تقولون حق الشباب اللي من عمركم؟ يعني انت يمكن قبل الهوا قلت لي عمرك 16 سنه والعمر كله، وايضا غانم عمره 12 سنه. شنو توجهون كلمه حق اللي عندهم طموح سواء في هذه اللعبه الروبكس المربع او غيرها؟ شنو تحبون تقول لهم كلمه تشجيعيه يعني وتحفيزيه؟ بالنسبه حق الشباب الكويتي الحين اغلب الناس يتجهون حق مثلا تليفونات، البلاي ستيشن، كمبيوتر. غير شوي من نمط يومك الروتيني. شوي اكسر روتينك، مثلا امسك المكعبات الروبكس كيوب، اطلع تمشى، سوي لك رياضه، دش نادي، غير شوي. وفي العاب غيرها بعد. في العاب غيرها مثلا الشطرنج، شوي غير من روتينك. واستفيد. نعم. فهذه كسرة روتين. نعم. منها فايدة وتنمية للمخ. جميل جميل. طبعا أنا أشكركم وأتمنى لكم كل التوفيق، نورتونا بتلفزيون الكويت ونتمنى لكم التقدم وتوصلون للعالمية مثل ما تطمحون إن شاء الله في هذه اللعبة وتجيبون الميداليات الذهبية وتزيد هالميداليات. مشاهدينا طبعا نقول لشبابنا واصلوا تميزكم من أجل رفع اسم الكويت عاليا. كل الشكر لأعضاء الفريق الكويتي لحل المربعات الروبكس عبد الله الحداد وغانم المطوع. وراح ننتقل طبعا إلى تقرير في إطار تنظيم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للأنشطة والفعاليات. افتتح المهرجان الثقافي الصيني للسينما والطعام الذي أبرز الثقافة الصينية والعلاقات الوثيقة بين البلدين. نتابع معاكم هذا التقرير.